على اي فام احلى راديو مرجعتين وثمانية دقائق على فيها. مرحبا بالجميع في توسكي سبور. البرنامج اليوم نحكي فيه اكتواليتي في الرياضة وفي رياضة في تونس وفي العالم. حلقة اليوم 29 جويلية باش نرجعوا لرجوع البلاي للترجي التونسي كواليس 48 ساعة الأخيرة من رجوعه للترجي. لعب أولمبيا أحمد جوادي ترشح للفينال 800 متر السباحة حرة باش ناخذوا كل حظوظه مع مدرب الوطني جبران طويل. وكذلك باش نحكيو على أزمة النجم الرياضي الساحلي, شنو هو اللي صار في الإطوال, حمادي الدو باش يواصل أو ماهوش يواصل, هذا الكل من تو حتى المطلفة. انتم تسمعوا في اي اف ام توسكي سبور مع مادي العيادي على اي اف ام احلى راديو. نسلم على الناس كل تسمع فينا وتشاهد فينا على اي اف ام واي اف ام تي في. نسلم كذلك ونحيي فريق العمل اليوم, وسام بن حسين في العمل الصحفي, هو فهمي سعيد في الاخراج, امير في الاخراج الرقمي اي اف ام تي في سفيان بلكحل, وفي السيام اميم القربي. معكم مادي العيادي كوتي ميكرو. سعيد جدا باش يرافقوني زوز محامين رياضيين. نبدا على الجهه اليسار, لاعب سابق في البقلاوه, مدافع, لعب كل من سي بي عفوا الاولمبي البيجي وترجي جرزيس, والان هو استاذ جامعي, استاذ جامعي وكذلك مدرب, عمل تجربه 3 سنوات في اكابر بي للبقلاوه. امير ديدي مرحبا. مرحبا مهدي, مرحبا فاخري واكيد كل مستمعي يافا. فخر الدين قلبي مدرب سابق لقربه, مدرب للمستقبل السليمان, لعب كذلك في عديد الفرق ولعب حتى في الاردن كما نشغلت. فخري مرحبا. مرحبا بك مهدي, مرحبا امير, مرحبا بكافه مستمعي ومشاهدي يافا. شنو احوالكم؟ لاباس. صافا بيان لاباس. امير انت شنو حوالك؟ لاباس. تابع في الاولمبياد ولا لا؟ بيان سور. فارس, قولك في فارس. ولا يعطي الصحة, معناها انجاز كبير برشا ويزم يفهموا معناها العباد اللي معناها لي شامبيون تاعنا سيرتو في لي سبور انديفيديويل, خاطر معناها تولون دو ليستواغ هما ديما اللي يجيبوا لي ميداي في التظاهرات الكبيرة. وتونس ولادة أميرة رغم الظروف, معناها قاعدين يعملوا في دي ميغاكل, معناها بيسين, معناها قاعات, لكن تونس ولادة الناس تحذر على كاستها. فما شكون بوه, فما شكون بعض لي سبونسور اللي خذاو بعض لي شامبيون معناها نتاع لي سبور انديفيديويل. بصراحه قاعدين يعملوا في تضحيات كبيره برشا, اكيد تضحيات مش قاعد تقرا الناس, راهو فما الناس مش فاهمه, راهو فما بيت كبيره. اي مهدي راهو يلزم تقارن, مثلا انت باش تحكي تو على ليفيلمون تاع جوادي ناجور, لازم تشوف معناها راهو معناها امريكا قداش تحط معناها بور كري ان شامبيون اولمبيك, قداش تحط على واحد بركه, معناها راهو قاعدين يعملوا في دي ميغاكل يعطيهم الصحه وان شاء الله اون دوزيام ميدال تونس. البدايه بالعاب اولمبيه اليوم, صباح احمد جوادي ترشح لسباق 800 متر سباحه حره, حل في المرتبه الاولى من التصفيات بوقت 7 دقائق 42 ثانيه و7 اجزاء من الثانيه, ترشح 8 سباحين هو في المركز الثاني في المجموع. باش ناخذ تفاصيل على احمد وحظوظه في الفينال مع المدرب الوطني جبران طويل. مرحبا يا جبران. مرحبا مهدي, مرحبا بكافه مستمعين اذاعه اي اف ام, ضيوف بمحبه. عايشك جبران بحذايا فخرتين قلبي وامير الدريدي. جبران اليوم الصباح احمد جوادي يعني تمكن من البلوغ للدور النهائي في 800 متر, جاء من مجموعه 78 في المركز الثاني. نعرفوا مليح قبل بنهار ولا نهارين كان في ال 400 متر ما كانش ترشح, جاء في المرتبه التاسعه. الان الاجابه من احمد جوادي وخبر يفرح برشا اليوم الصباح جبران. والله اجا بشده الناس تفهم الموضوع معناتها البروغريسيون تاع احمد جوادي. راهو احمد جوادي في قطر شامبيون دي موند في 2024 راهو كان في المرتبه 25 في ال 400 متر سباحه حره وما حققش الرقم المينيما معناتها اللي باش تخليه يترشح في 800 متر و 500 متر تشارك فيهم في الاولمبياد. واضح معناتها وبدا السيزون في الصيف عم ناول يعوم في فوق 8 دقائق, يعوم 8 دقائق وزوز ثواني في 800 متر. معناتها في ظرف سنه عمل بروديسيون تاع 20 سكوند. ممتاز جدا. من قطر كان مرتبه 25 في ال 400 متر ولا في المرتبه التاسعه عالميا, اللي هي حاجه معناتها اكسبسيونيل. او بدمي سكوند ما ترشحش للفينال. صحيح. وقته في الويسون 7 دقائق 45 ثانيه اللي عمله في بطوله فرنسا كان يخليه من العشر الاوائل وحتى من الثمانيه الاوائل على من لي ميرتون اللي صاروا في سنافي على طول العام. وزاد هو حسن من الرقم نتاعو على 7 دقائق 42 ثانيه اليوم اللي مكنته باش يترشح في المركز الثاني خلف لو ناجور ايرلندي وفن اللي هو معناتها وفن اللي هو معناتها بطل عالم في قطر في بطولة العالم الأخرانية. به
جبران حظوظ احمد عمل وقت ممتاز كما كنت تحكي تو بروغريسيون كبيره ترشح في المركز الثاني اليوم غدوه الفينال الحظوظ نتاعو نعرفوا فينال لعب اخرى كما نقولوا احمد احمد الجوادي عملناه نذكروا اخر مره مش عملناه ولا اخر مره في الاولمبياد الحفناوي وانت كنت حاضر جبران يعني كيف ترشح في الاخرانيين وهو هزم الدايدور فينال لعبه اخرى وشواء اخر وتكتيك اخر نجم نقولوا جبران هو توا الكل كورس الكل باش تكون معناتها التكتيك دو كورس كان شيء كبير ياسر معناتها ما بين سباحين وكان شفت معناتها فما اربع سباحين مع بعضهم عايمين 47 ثانيه هي. وما غير ما ننساو بوبي فينك اللي هو بطل اولمبي في طوكيو 2021 معناتها باش تعدى كورس ياسر حلوه وباش تعاود تكون فيها برشا كونكورونس كبيره ياسر خاطر الرقم اللي انا نتصوره اللي باش تهز به ميداي باش يكون 7 دقائق 41 شكون على البوديوم بون الوحيد اللي حتى لتو اللي عام تحت 7 دقائق 40 ثانيه في السنه هذه هو دانيال ويلسون اللي هو اللي روندي اللي ترشح الاولاني اللي عام 7 دقائق 39 ثاني بعد فما اربع سباحين جوادي بالتينيري بوبي فينك ووينينغتون هذوما الاربع سباحين براتيكمون باش يبداو مع بعضهم متقاربين ياسر بون أحمد جاويد يعمل أكسيراسيون كبيرة ياسر في 100 متر والأخرانية في 80 متر وهذا يوريك اللي هو معناتها حاضر بدنيا وعنده مخزون كبير ياسر اللي يخليه ينجم يجاري نفسه كبير ياسر ونجم حتى يحسن من الرقم نتاعو وإن شاء الله على شبيه أحمد هو كابابل باش يتخيل السوبريز وإن شاء الله يكون موجود في البوديوم على شبيه يفوز من الميدالية الذهبية إن شاء الله هو مش حتى 800 متر فقط إذا عنده 1500 عنده 1500 وعنده 10 كيلومتر حظوظه في هذا مزوز جبران؟ مو أنا من أول من قبل ما تبدأ الألعاب الأولمبية قلت اللي باش يكون موجود في التوب 10 معناتها في ال 400 متر وتحصل على المركز التاسع وقلت باش يكون موجود في النهائي في ال 800 ولا 1500 إن شاء الله بون الحمد لله تحقق النهائي نتاع 800 متر بون تو لازم ياخذ كل كورسة كل كورسة وحدها تو عنده نهائي كبير إن شاء الله يحقق فيه ميدالية وتخليه يزيد معناتها خليه له جوانح كبار اللي يخليه هو في 1500 قلت ربي باش يترشح ومن بعد في النهائي زاد كيف كورس اخرى ولعب اخر. يعطيك الصحة جبران على كل هذه التوضيحات أكيد إن شاء الله نرجعوا لك جبران إن شاء الله علاش لي غدوة ما نرجعوا لك بالفرحة إن شاء الله أربع سباحين يتعاركوا على زوج ميداليات إن شاء الله أكيد أحمد جوادي مهما تكون ميدالية باش يكون شرف كبير لنحنا وللسباحة التونسية والرياضة التونسية كما قلت تونس ولد أميرو فخري وأكيد نستناه غدوة في فرحة إن شاء الله من أحمد الجوادي تجي بحثنا ميسن في أنفو ترافيك نخرجوا أنفو ترافيك وببليستي بعدك نرجعوا نحكيوا على الترجي التونسي. Qui est sport. انتم تسمعوا في IFM tout ce qui est sport مع مهدي العيادي على IFM احلى راديو. مرحبا بالجميع في tout ce qui est sport باش نحكيوا على فريق المدير الجزائر البارح اللي اعلن عن رحيل يوسف البليلي بعد اتفاق مع الترجي التونسي. بليلي امير راجع للترجي تراها خطوه القدام والخطوه التالي بالنسبه للاعب. بالنسبة للاعب معناه سيالي مجدو سكرير يوسف صحيح ملاعب ممتاز برشا عنده بوكو بوت كاليتي وهذا الناس كل تقول فيه في الجزائر يمكن حتى فما فنيين جزائريين يقول لك كاليتي انترانسيك يمكن يوسف يفوت رياض محرز ولكن فما انسان اللي خدمه وضحى ومشى مديهاش معناه ديفيزيون ليكيفالون تاع 8 ديفيزيون في فرنسا وطلع على ليزيشلون بشوي بشوي اللي نوصل مانشستر سيتي وصل تشامبيونز ليغ وملاعب اخر اللي لا فايده طب باش نرجعوا نعرفوا كل مشاكله في الديسبلين في ليجين دو في الى اخره ولكن دونك لي خطوه القدام لي خطوه التالي هذاك هو يوسف البليلي كارير نتاعو سيتي توجور كوم سا معناه حتى كي يمشي لفرنسا ولا البلد الاوروبي ما يقعدش برشا فيو تومبيرامون نتاعو فيو مشاكله مع المدربين مشاكله حتى في فيستير مع اصحابه في ساعه يرجع وين يرجع بو معناها الاكسبيريونس راب كو سوا في الخليج ولا في الترجي هذا يذا لي نتاع المولدية اول اكسبيريونس في الجزائر كاريموف وهو معناها كبير في العمر دونك عاود رجع خلينا نقولوا الفريق الام نتاعو هو اللي يظهر فيه من اللي هو ونجح فيه ونجح فيه الترجي يوسف شوف رغم تقدمه في السن ولكن راهو الموسم الفارط 21 مباراة 14 هدف مساهمة كبيرة ياسر معناها في البطولة تاع المولدية تقريبا افضل لاعب رجع حتى للمنتخب اكيد معناها يوسف نتصور ترجي تويل مو هو يويل من ترجي الاضافه نتاعو باش تكون كبيره نتصور على خاطر في بوست لترجي مستحقه برشا واللي الموسم الفارط ورا لي ليميت نتاعو لترجي قاعد يلوج على الكولوار ما قاش الملاعب اللي نجم يعملوا ديفيرينسا كوسواساس
تحدثنا مهدي في عدة مناسبات في الوسط ديما خير على الملاعب هذا ماهوش ملاعب رواق معناها، والا قعدنا ديما مره غشه مره بوقره مره بوكيا، جرب حتى بوشنيبه جرب الدربالي معناها دونك برشا ملاعبيه تجربوا في بوست هذيك وما عطاوش لابور سورتو اوفنسيف اللي حشتو به الترجي اليوم. نحكيو على البوان هذاك توظيفه كيفاش باش يكون خاطر نعرف كاردوزو معناها ديما الفكر نتاعو اكثر في يامن الدفاع نتاعو، الناس كل دافع الناس كل تيش. ولا اليوم عنده ملاعب كيما يوسف البليلي كيفاش باش يستغل، واش باش يعطيه الكره وبرا تصرف وحدك، ولا الترجي باش تخدم على يوسف البليلي وباش يولي هو نقطه قوه في الفريق. فخري نفس السؤال اللي هو تراها الخطوه القديمه ولا الخطوه التاليه للبليلي في الترجي التونسي؟ ولا اش نقول لك، بالنسبه لي انا كي تشوف من مرادية الجزائر في حد ذاتها للترجي التونسي، شوف انا خطوه القدام، خطوه القدام باش تلعب مع فريق يلعب بطبيعه منافس جدي على رابطه الابطال الافريقيه، فريق باش يلعب كاس العالم الانديه وهذا مهم ومهم جدا، خاطر اليوم شوفوا راهو نحبوا ان ناكل الفريق اللي باش يلعب كاس العالم الانديه اليوم استنى فونتاج حتى للفرق في حد ذاتهم اتو قوي انك انت تنجم تدخل في منافسه مع لاعبين كبار. اليوم باش نحكي على يوسف البليلي، يوسف البليلي والترجي الرياضي التونسي ما نعتقدش انه والا خلينا نقول فنيا احسن لاعب في البطولات الافريقيه، خلينا نقولها اليوم الترجي الرياضي التونسي فنيا تحصل على احسن لاعب ينجم يكون متواجد في الاشواء اللي نسمع بهم، لكن للاسف اذا كان باش نحكيه من زاويه انضباط أسوأ لاعب في كوتي انضباط انه الترجي الرياضي التونسي، ولهنا النقطه المهمه كيفاش باش يتعامل الترجي الرياضي التونسي مع الوضعيه هذه اللي معروف وتجاربه خاصه اخر ست سنوات معناتها مع الفرق اللي مر بهم كليكي دونك ديما لازم، لكن كان في الترجي منضبط. باش نرجعوا نحكيوا اكثر، خلينا نشوفوا تفاصيل ساعه اخر 48 ساعه في الجزائر في المولديه، نعرفوا مليح اللي بليلي قال باش يقعد في المولديه وشنو اللي صار خليته يعني فما اتفاق بين زوج فرق باش يرجع للترجي التونسي. معنا في المباشر زميلنا الصحفي بقناه الجزائر الدوليه مصطفى بغراره. زميلي العزيز مرحبا يا مصطفى. مرحبا مهدي، مرحبا بمستمعي اذاعه افهم احلى اذاعه في تونس. شكرا لك وشكرا على قبول الدعوه. ندخل في صلب الموضوع مباشره. زميل العزيز، اللاعب في عديد التصريحات اكد بقائه في المولديه وانهاء العقد مع الفريق اللي مازالوا موسم اخر، شنو هو اللي صار اللي خلى اللاعب يتغيب على التمارين ما يتحولش للتربص وفي الاخير زوج فرق الترجي والمولديه اتفقوا ويرجع للترجي التونسي؟ صحيح انه يوسف بلادي كان وقع على موسمين في مولوديه الجزائر، أنهى موسم كهدف البطولة الجزائرية، كان النجم الأول بالبطولة الجزائرية ونادي مولودية الجزائر، خاصة أن نادي مولودية الجزائر يمتلك شعبية جارفة، هذا الشيء اللي خلى ترك بالليلي يرتبط ارتباط وثيق بينه وبين جماهير مولودية الجزائر التي تغنت به طيلة الموسم. في آخر 48 ساعة قبل سفرية مولودية الجزائر إلى مدينة ران الفرنسية من أجل إجراء التربص، حضر يوسف بالليلي الحصة التدريبية وكان كل شيء على ما يرام. قبل الحصة التدريبية كان والد يوسف بلادي اللي هو المانجير تاع يوسف طلب من إدارة حجر جم أنه يعودوا لا نيغوسياسيون على لي سالير تاع يوسف بلادي، هذا الشيء اللي رفضته إدارة مولودية الجزائر لأنه المانجير تاع يوسف أنه يوسف غير معني بالعقد لأنه أصلا هو مرتبط لموسمين. هذا الشيء اللي وتر العلاقة ما بين يوسف بلادي وإدارة المولودية. يوسف الليلي في يوم قبل السفرية كان حضر الحصة التدريبية هو والأخ الأصغر ليوسف الليلي فارس اللي تكلمت وفعل لأنه اتفاق شبه رسمي مع نادي مستقبل سليمان تونسي. ليلة السفرية غاب يوسف الليلي وأرسل شهادة مرضية لإدارة مولودية الجزائر على أساس أنها هي السبب في عدم ذهاب يوسف نحو أو مع نادي مولودية الجزائر إلى مدينة ران، لكن في ذلك الوقت كان مانجير يوسف بليلي كان في المفاوضات متقدمة مع نادي الترجي التونسي، نادي الترجي التونسي اللي كان تحدث مع إدارة مولودية الجزائر، لكن مولودية الجزائر كانت مستشفى أنه عقد يوسف بليلي لن يقل عن مليون أورو، وهذا الشيء اللي رفضته إدارة الترجي، لكن بعدين رفضت إدارة مولودية الجزائر لطلب الترجي التونسي، وهذا الشيء اللي وافقت عليه المولودية ووافق عليه حتى اللاعب اللي كان دائما ما يتغنى بحبه لنادي الترجي التونسي، ايضا المغريات اللي وجدها في نادي الترجي التونسي انه نادي كبير سيلعب كاس العالم للانديه، كل هذا ترك يوسف بليلي يذهب يعني لنادي الترجي التونسي. ايضا شيء اخر انه يوسف بليلي ليله الامس كان يقول انني لم امت في ستوري على عبر صفحاتي على الانستغرام، وهذا الشيء اللي قال انه سارفع التحدي مره اخرى، سانجح مع نادي الترجي التونسي كما نجحت معه سالفا. ايضا الضغط اللي تعرض عليه يوسف بلادي في البطوله الجزائريه ربما
كان ضغط حتى يعني في أد... يعني في الديسبلين اللي كنت تحدثت عليها مع ضيوفك، انه الديسبلين يوسف بلالي كان خارج الاطار تماما طيله الموسم، خاصه في احتجاجاته في تدخلاته دائما مع حكام البطوله الجزائريه. ممكن أن النادي الذي احتوى يوسف بلالي هو الذي ترجي تونسي، لانه لو نرجع قليلا للوراء يوسف بلالي يوسف ترجي تونسي ماهوش يوسف الانديه التي لعب لها ثالثا سواء في فرنسا او حتى في قطر حتى عندما رجع للبطوله الجزائريه. اعتقد ان يوسف بلالي شاف انه نادي ترجي تونسي هو اللي راح يعيد يوسف بلالي الى الواجهه، يعيد يوسف بلالي الى المنتخب الجزائري، خاصه انه يشوف انه مازال صغير، مازال يستطيع ان يقدم الكثير لنادي ترجي تونسي وللمنتخب الجزائري في قادم التحديات. أعطينا فكرة على الاتفاق اللي صار بين الترجي والمولدية، كان عندك المبلغ قديش مصطفى، وكذلك برشا كلام اللي في الاتفاق بين المناجير متاع يوسف البلايلي والترجي اللي شقيقه كذلك موجود في الاتفاق هذا، كانت أكدنا أم تعطينا الفكرة على شنو اللي صار اكزاكتومون مصطفى؟ المقربين من النادي المولد الجزائري تحدثون على مبلغ 500 ألف يورو هو اللي المبلغ اللي باش تدفعه الترجي للمولدية، واضح 500 ألف يورو 500 ألف أورو، وأيضا ليدفع نادي ترجي تونسي 3 أورو لشقيق يوسف بلالي في نادي مستقبل سليمان. قديش يدفع سامحني ما سمعناش مصطفى؟ 3000 أورو شهريا. 6000 أورو شهريا للاعب في الشهر 3000 3000 3000 شهريا لفارس البلالي في واضح. لكن فقط مستقبل سليمان يقال أنه متعرض لعقوبة، أنه مازال لم ترفع عنه عقوبة انتدابات، هذا الشيء اللي عطل انضمام الاصغر لبلالي لنادي مستقبل سليمان. صحيح المستقبل عنده، لكن قاعدين يعملوا في محاولات باش ينحيوا الرفعه من الانتداب. مصطفى كان عندك اضافه اخرى اللي في موضوع البلالي ولا هذا نقاط هذم اهم النقاط؟ لا حقا حتى يعني انتقال يوسف بلالي اشعل ربما وسائل الاعلام في الجزائر كلها تمنت الخير ليوسف بلالي، لانه صنع افراح نادي مولود الجزائر ونادي او المنتخب الجزائري. يدركون جيدا ان يوسف يعشق نادي ترجي تونسي، ويعلمون ايضا ان يوسف سيتوهج مره اخرى مع نادي عالمي مثل ترجي تونسي. واضح سمير العزيز مصطفى، شكرا على كل التوضيحات في ما يخص ملف 48 ساعة الأخيرة لبلالي، كل شيء واضح. صحفي جزائري أعطانا كل التوضيحات، أكيد هو محبوب في الجزائر ومحبوب حتى في تونس، يقول لك راه هو فرحان باش يمشي للترجي وعنده تحدي. البلايلي عنده رابور تكنيك كبير برشا، مير كاليتي كرويه كبيره برشا، للاسف غير منضبط في الترجي في الاعوام اللي خاف منها، خاصه 2018 2019 اللي هز في تشامبيونز ليغ دو فوا والهز البطوله اربع مرات، هز تيتروات في الفريق هذا، يلقى روحه في الترجي وفما انضباط في الترجي، واللاعب عود جماهير الترجي اللي في كل مباراه يعطي ما عنده، لاعب يعني متزن في تونس. هو موضوع الانضباط انا حسب رايي معناها كي ترى الباركور نتاع يوسف، معناها المقربين منه والمؤثرين عليه وبنسبه كبيره الوالد نتاعو هما مساهمين في الشيء هذا، خاطر رينا ديما في اي صراع اسم احنا حتى معناها الزميل صحفي الجزائري كان يتحدث لكوليس هذوما سمعنا بهم تقريبا، بوه خوه معناها ديما وين فما مشكل وين نيغوسياسيون تلقى بوه هو سبب المشكل. حسب رايي انا يمكن العلاقه بين يوسف وبوه كوكيل نتاعو ضرته اكثر من اللي نفعته في الكاريير نتاعو، خاطر تقريبا معناها بوه سي با ناجون جوار، لو سول جوار اللي عنده هو ولده، دونك حتى عنده فلس ولا حتى في التسويق ما عاونوش معناها، فهمت؟ ولكن كما قلت انت يوسف معناها رغم لي زيكار دو كوندويت اللي عنده في الترجي ما مورش هذا، معناها بصراحه في الترجي كما قلت لك هو يحب الترجي والترجي توالمو يلقى راحته في تونس، محبوب معناها يوسف، شوف سي فري عنده كليماج تاع الباد بوي ولكنه محبوب في التيران، معناها صحيح اللي هكا ان بو سور لي نير، ولكن ملاعب ممتاز برشا حسب رايي انا. الحاجه الوحيده تنجم تقلق يوسف في من ناحيه الانضباط في الترجي كونه يلقى اشكال مع واحد من الاطار الفني، معناها اذا كان ما عندوش اشكال مع الناس اللي تخدم معاه كوتيديان ماهوش يكون عنده اشكال مع الاداره، انه الابن المدل تاع حمدي ورياض بن نوري الى اخره، ما عندوش مشكل مع اصحابه لانه بالعكس يحبوه والملاعبيه صغار وكونتري راو في يوسف معناها ان اكزومبل اسوي قدوه لهم ولا دونك باستثناء وانه باش تكون فما اشكاليه بسيطه مع المدرب ولا مع الاطار الفني ما نجم يكون عنده حتى ولا مشكل، ما نصورش ترجي مستبعد اكيد على خاطر شبته يعني بالكردوز وتفرج فيه فما اكيد فما جلسه اكيد حتى كردوز وليه تفرج فيه، ما يوسف مش مستحق معناها لاكور تاع كردوز ولا اي مدرب.
كل صراحه لعب بشاعتي الاضافه في اي فريق لاي مدرب. ولكن تصور حتى معناها مسؤولين ترجي تحدثوا مع كاردوزو في النقطه هذه وفهموه انه راهو هكا الفولو سافوار جيغي معامله خاصه. واكيد كاردوزو معناها محضر روحه باش يجيري ملاعبي اللي باش يعطيه في التيران سون زوكان دوت. معناها 60% من اهداف المولديه الموسم الفرط ما عن طريق البليلي. البليلي ما بين كوب وشامبيونا لعب 30 ماتش سجل 15 هدف 15 تمريره حاسمه ارقام كبيره. الفريق هز بطوله وكان فيناليست مع شباب بلوزديت في الـ في الـ في الكاس يعني كاليتي موجوده لهنا. نقاط قوه لاعب بليلي نعرفوه في الترانزيسيون اوفنسيف كاردوز يلعب بها برشا ونقاط ضافه في البلان ديفنسيف وخاصه في الـ في الفيزيكمون. ولهنا كاردوزو والمدرسه البرتغاليه تعتمد برشا على الناس كل دافع والناس كل تهاجم. لا مهم جدا لهنا تكتيكيا خاطر حتى كان باش نحكيو اليوم كاردوزو والا الترجي تونس ولا احنا نعرفوا بليلي بالقديم عندك سواء في الباساج نتاعو في الترجي التونسي والا مع المنتخب الوطني الجزائري. دونك فنيا ما نجم نتناقش فيه حتى انسان. والاضافه زاده كيف ثابته لو نفتكروا نرجعوا الفتره الاولى البليلي في الترجي التونسي بالنسبه لي انا غير الفتره هذه. علاش؟ خاطر لو نفتكروا الفتره الاولى كان خرج من كل عقوبه نتاع المنشطات زو سنوات قعد دونك حتى ما يلعبش حتى كي باش يرجع هو لازمو مليكو تيكوليكي لازمو يبرهن ان هو باش يرجع ساق بل كل شيء وباش ينجح. لهنا لا رجعي كما قلت انت بيرفورمانس الكبيره في اللي عملها والفتره الكبيره في المنتخب الجزائري زاد الفتره الاخيره. في الفتره الاولى بدري بليلي لتروا بيفو اللي وراهم شكون كوليبالي فرانكو وغيلان شعلين معهم سعد بقير سعد بقير ممكن موجود ماهوش غران تيتولير في الفترة هذيك. لكن هنا باش نحكي خاصة من الكاليتي نتاع في الميلو تيران كيفاش انك انت باش تعمل ليكيليبر. ولهنا كاردوزو يزمو برشا خدمة وبرشا تفكير باش انه هو يلقى التوازن والتوليفة والتوليفة المهمة خاطر نجم يكون انت عندك لاعب فنيا يعمل لك ديفيرونس لكن تكتيكيا ماكش باش تلقى اللاعب الكبير اللي باش نجم يرجع لك ويرجع لك مع دارين لاتيرال ويرجع يدافع لك. دونك لهنا التوليفة اللي تعملت في فترة من فترات معاه خاصة الثلاثي هذا اللي كنت نحكيك عليهم في 2018 الفترة الثانية الفترة الثانية في 2018-2019 وكي الثلاثي اللي في الميلوتيران اللي عمل لي كيليبر كبير للترجي الرياضي التونسي وكان تحصل الترجي الرياضي التونسي على زوز ألقاب رابطة الأبطال الإفريقية. دونك لهنا كاردوزو كيفاش تتصرف ولا الترجي الجديد هذا مع بليلي اللي نعرفوه فنيا النجم يقدم برشا حاجات لكن تكتيكيا أقل شوية. دونك كيفاش باش يتصرف هذا كله حاجه مهمه بالنسبه لي انا. انتداب قيم وقيم جدا للترجي التونسي واي لا اي اي مدرب يكون عنده لاعب في قيمه البليلي لازم يلقى الحلول التكتيكيه باش يخلي ان هو اللاعب اللي نجم يقدم لك اضافه كسواب لي باس ديسيزيف نتاعو كسواب الاهداف الحاسمه كسواب الكره الثابته. دونك لهنا تحكي على لاعب من مستوى عالي وعالي جدا واليوم كيفاش نحكيو على انتداب بالنسبه لي انا الترجي التونسي ممكن احسن انتداب ينجم يلقاه اذا كان خاصه لهنا باش نحكي من زاويه اخرى باش نحكي من زاويه انه التصرفات اللي كان يتصرف فيهم في المولوديه ولا التصرفات اللي يتصرف فيهم في فريق اخر راه انا متاكد لاداره الترجي الرياضي التونسي ولا في الترجي الرياضي التونسي راه ما ينجمش يتصرفهم خاطر الترجي الرياضي التونسي ما يكبر حتى لاعب على الترجي الرياضي التونسي. وانا متاكد الاداره باش تحكي مع اللاعب وباش تحطه في الاطار نتاعو باش انه هو ما يتصرفش. وانا متاكد لاداره الترجي الرياضي التونسي باش نجم تتصرف جيدا خاصه في النقطه هي. هو من 2012-2014 في الترجي بعد خروج مشى الاتحاد الجزائري لعب فينال تشامبيونز ليغ 2015 وقتها تعرض لعقوبات المنشطات. امير البليلي كاليتي الناس كل تحكي البليلي ملاعب انتم كل الناس كل تحكي اللي هو يمشي ينجح في الترجي. لهنا اليوم بالمجموعه الموجوده توفيق كاردوزو بالبرشا كلام باش نرجع سعد بقير محمد علي برمضان والتوليفه اللي يحكي عليها فخري ما هناش باش نقاو الترجي نتاع الموسم الفارط تاع 26 الاخراني مع كاردوزو. امير هو البليلي سافح ذاته وتطور برشا مهدي معناها الموسم الاخر ريناه ولا هداف حتى على المخالفات المباشره معناها كاليتي ما كانتش عنده قبل. دونك هو بيدو في لعبه تطور. اهم شيء انا حسب رايي في الترجي تقريبا حافظ على مجموعة نتاعو الكل ولكن بون مازال رودريغيز سمعنا انه هو باش يرجع الاسبوع هذا مازال ما رجعش. لكن فما ملاعبي مهم برشا خسروا الترجي اللي هو غيلان شعليه في وسط الميدان التو ما تمش تعويض وترجي مازال ما عمل حتى انتداب. انا رجع لك لي هذاك ولا ما عمل حتى انتداب في الكومبارتيمون تاع ميليو تيران. اسكو حمزه جلاسي كنت تبوه باش يكون دوزيام بيفو مع اولو ولا باش يكون في اللاك سنترال هذا افوار كيفاش اللي تعرفني باش ياخذ فيه قرار اكيد. ولكن ترجي انا حسب رايي محتاج التدعيم في وسط الميدان اذا كان كما كنا نحكيو ترجي يلعب على عده وجهات اكيد لوبجيكتيف ديما الاول اللي هو تشامبيونز ليغ
حسب رأينا رينا معناها الموسم الفارط اللي وسط ميدان ترجي عانى برشا في المباريات الكبيرة في النصف النهائي وفي النهائي عانى برشا وسط ميدان ترجي. أولو صحيح يقوم بالرول متاعه معناها في الـ في الـ في الإكيليبر ديفونسيف وفي السيكوريتي قدام دفاع، ولكن أوفونسيفمون ماهوش الملاعب اللي يعطيك لي باس فير لافون ويعطي لي باس اللي يكسروا لي ليني. نفس الشيء بالنسبة لحسام تقا، رغم الإحصائيات متاعه الكبيرة برشا على المستوى الدفاع، ولكن على المستوى الهجومي محدود برشا بكل صراحه. قعد التراجي ديما يل ديبون دو غايلين، وقتاش غايلين يعمل لك الكليغ دي جوني، وقتاش غايلين يحطك الباس في ظهر المدافعين الاخرين. فما كلام اليوم غايلين خرج، شنو باش يعمل التراجي في وسط الميدان؟ شكرا باش قدموا. فما كلام على سعد بقيل باش يرجع للتراجي التونسي. احنا كفريق اعداد حبينا ندخل شويه في الموضوع، عملنا اتصالاتنا حسب مصادر نتاعنا التراجي يجم يرجع غايلين في اي وقت. التراجي يقول لك غايلين ودنا، وغايلين يقول لك التراجي دارنا، لكن غايلين اليوم عنده زوز عروض من عرض من الامارات وعرض من الصين، الفضل العرض العربي الكويتي، كان عنده عرض من العربي الكويتي رفضوا، كذلك عنده عرض من سعد بقيل نحكيه، وعنده عرض من الترجي التونسي، وقاعد يدرس في العروض هذيا تو يعني في الايام القادمه باش يعطي الكلمه نتاعو سعد. الاولويه للترجي، لكن اومام تو قاعد يدرس في زوز عروض، عرض من الامارات وعرض من الصين. من الصين هذا بالنسبه لسعد بقيل اللي يجم يكون حل من حلول في الترجي ولا لا؟ ينجم يكون حل، ولكن بالكومبوزيسيون اللي قاعد يلعب بها كاردوزو هنا باش معناه باش تحكي على تغيير راديكال في الخطه التكتيكيه. اذا كان اليوم باش تولي تحكي في وسط في فريق فيه معناها مهاجم اللي باش يكون رودريغيز، ولا كان مش باش يرجع رودريغيز اكيد تاريخ في تدب مهاجم عنده بلان بي باش نكون واضحين. هذاك اش قلت لك حسب النص الرسمي والدفاع اللي خرج مع زميلنا اسكندر ابراهيم في الموزايك يقول بلان بي حاضر رودريغيز الاسبوع القادم ينجم يرجع. صحيح الامور القانونيه والترجي يعني عملت كل شيء، لكن رودريغيز اولويه، عنده عرض ب 900,000 اورو، الترجي رفضته العرض هذايا لانه اولويه من اولويات رودريغيز. دونك كما جيت رودريغيز عندهم بلان بي واضح، دونك معناها تحكي على مهاجم رودريغيز ولا البلان بي مع ينساس مع يوسف زيدوا راهم سعد بقير برشا، معناها تحكي على مدرب راهو كان يلعب معناها بلوك با تري با كاريمون في مباراه في مباراه تشامبيونز ليغ. امسك واحد اخر انا بعد كمل لي سعد بقير معناها محمد علي بن رمضان. خلينا نبدا بسعد بقير، شنو محمد علي بن رمضان؟ فوالا محمد علي بن رمضان فريمون هو المعوض المناسب للغايلين، على خاطر محمد علي بن رمضان اللي كابابل دابورتي معناها لابور اوفونسيف، ونعرفوا دالي يجي من التالي ويسجل والتسديدات وقوته زاده في الكره الثابته، واومام طون محمد علي بن رمضان معناها اللي كابابل دو فير لي زيفور سور لو بلان ديفونسيف، اللي كابابل دو سو ساكريفي. الشيء اللي ما نجمش يعملوا سعد راه فما دي كاليتي تحكم في جوار مش ما يحبش، ولكن سعد بقير ما ينجمش اليوم باش يرجع ويفك ويعاون الدفاع باش يعملها لك بار سيكونس بار انترميتونس باش يرجع في كره ليه كره يرجع كره ليه. دونك اسكو كيفاش باش يلقى هذا؟ ديما نرجعوا من بعد الاطار الفني. امين انت كنت حاضر معايا في برشا بلاتوات سبيسيال نتاع ماتشات الترجي في تشامبيونز ليغ، نقطه ضعف الترجي هي بلاريتي. نقطة ضعف تراجي بلاريتي كيما قلت لك. شوف سعد يجم يكون حل في يتيري مليح يشوط مليح هو في الكورة هو في الكورة ما فماش معناها احنا كلمة فريق دفاعي ولا فريق هجوم ديما اون شيرش ليكيليبغ. ينجم مدرب تراجي وتار فني يغير كاريمون من التفكير نتاعه ولي يلعب برب عام لاعبية فاكاسيون اوفونسيف، ولكن تولي التراجي هو اللي ديما عنده المونوبول دو بالون، هو اللي يبني في الهجمات، هو اللي خرج في الكورة لوتا. هذايا مستعد كاردوزو باش يمشي فيه ولا الخيار هذا؟ خاطر ما تنساش راهو بالنسبه للمدرب كي ينجح في 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 ديسبوزيتيف معين وفي في استراتيجي معينه راهو بعد صعيب عليه باش يغير في نفس الفريق، راهو تصعب برشا وانه يغير. دونك اسكو كاردوزو ساعه هو مستعد باش يغير ويمشي فير لافون؟ ملاعبيه الترجي باش يمشيو معاه زاده وفي الخطه هذيك ولا؟ خاطر زاده ما تنساش اللي هما معناها هما تو اون سيكوريتي، رينا المردود الكبير تاع مرياح نتاع توغاي رغم بعض الاخطاء نتاع مرياح، رينا بن حميده قدم موسم ممتاز، رينا كسوا بن علي ولا بوشنيبه مع اولو مع بن محمد رجع على دونك هذا. دونك اليوم اكيد تساعد كملاعب كفالور سي اون فالور سور. اليوم اسكو في الترجي كاردوزو باش تكون عنده بلاصه وينجم يقدم الاضافه ويقعد الترجي بيرفورمون ولا افوار؟ باه كلمه على سعد بقير ما تفيش رايك فخري. باهي باش نرجع يعاون الترجي اجا نتفقوا. سعد بقير تو السنوات الاخيره قاعد يقدم في مستوى ممتاز جدا في ابا سعودي وكنا ديما نحكيه خاصه في المنتخب الوطني التونسي. عنده بلاصه عنده فخري يبقى يلعب مرتاح ورا المهاجم مرتاح ما عندوش ادوار دفاعيه كقيمه فنيه من نجم. لا ما اكيد ما نجم تناقش حتى انسان حتى في المنتخب الوطني التونسي وديما كنا نناقشوا ويتجبد اسم سعد بقير خاصه على في الترجي فخري. لكن تكتيكيا لا باش نحكي هنا تكتيكيا في المنتخب الوطني التونسي ما كانش عندنا في افكار المدربين نتاعنا ما كانش يلعب بالريجيسور ما يلعبش بالريجيسور دونك يقول لك انا ما نسحقوش. نفس الشيء هذا لهنا ممكن امير باش نتناقش معاك في نقطه مهمه اللي كاردوزو في حد ذاته في عديد من المقابلات حط ينساس كريجيسور دونك كسوا في مقابلات بدي بيهم والا في مقابلات
كان في وسط المقابله كان يلعب. بالنسبه لي انا لهنا زاد فما نقطه مهمه جدا انك انت موكوينا، سمعنا انه موكوينا باش يكون انتداب زاد كيف كيف جوار دو كولوار على اليمين يلعب براتيك على اليمين. دونك براتيكمون لهنا اذا كان باش تحسب يانساس، يانساس باش نجم مع موكوينا مع يرجع لبلاصته الوسط، دونك براتيكمون باش يرجع للوسط لهنا نجم تكون سوليسيون اخرى تكتيكيا للترجي الرياضي التونسي والكاردوزو، انه يكون عندك يانساس ويكون عندك زاد حل كبير برشا اللي هو سعد بقير. وسعد بقير راهو حتى كان ما يكونش اساسي لازم باش تستحقه وباش يجيب لك برشا تراح كسوا بالكره الثابته كسوا بالفيزيون جو بتاعه. دونك اضافه ثابته، واليوم نشوفه في الترجي الرياضي التونسي خاصه لهنا يلعب على البنك نتاعه. شو معنى يلعب على البنك نتاعه مقارنه بالمواسم الاخيره ولا الموسم الفارط؟ قاعد يقوي في الصف الثاني نتاعه. دونك الصف الثاني ينجم يكون من حلول انه هو سعد بقير نجم تكون اضافه. ما ينجمش اي مدرب يكون عنده سعد بقير ويقول لا ما يكونش موجود. محمد علي برمضان حسب نسمه سبور واللي زملائنا في نسمه سبور يقولوا اللي يتقدم بعرض رسمي فريق المجري نتاعو لاستعاره اللاعب هذا. انت حكيت قلت من احسن اللاعبين اللي عنده كاليتي ويجم يعاون ترجي خاصه يجم يعوض غيلان شعلان. يمير حسب رأينا كان يرجع محمد علي برمضان تكون احسن صفقه بالنسبه للترجي الموسم هذا، معناها بكل صراحه على خاطر كما قلت لك سيل الملاعبي اللي اكثر مشاكل ظهروا للترجي الموسم الفارط هو في وسط الميدان في الحاله الهجوميه كسوا في الترانزيسيون اوفنسيف ولا في امتلاك الكره. اليوم باش يجيك ملاعبي ابيل تكنيكمون محمد علي برمضان قادر وانه يتيح ما بين المدافعين ويخرج الكره نظيفه، او ميم طون ملاعبي قوي برشا في الترانزيسيون اوفنسيف يعطي الكره ويخلط ويسجل اهداف في الدوزيام لين. يرينا تقريبا اهداف محمد علي برمضان الكل يعطي ويخلط يكونوا لي باسون روتري ولا حتى بالراس. دونك بالنسبه لي انا كان يرجع محمد علي برمضان فرانشمون تكون صفقه الموسم للترجي. لا فنيا اكيد اضافه كبيره، لكن هنا في كونكورنس مع الاهلي المصري اللي عطى 2.2 مليون دورو. دونك سي با يمكن الترجي خمد زاده في الكونكورنس. دونك لهنا اذا كان باش تحكي من زاويه كونكورنس، اسكو الترجي التونسي قادر انه هو ينجم يعطي الترجي باش تاخذوا اعاره؟ الاهلي المصري يحب ياخذ الكل، انت اعاره ثاني الفريق الثاني نتاعه الفريق اللي هو المهم اللي باش باش يقرر يعطي اعاره ولا باش يقرر يدفع يبيعه ب 2.2. ولهنا دونك اذا كان باش نحكيو فنيا ما تنجمش في الانيميسيون اوفنسيف خاصه في الترجي التونسي وفي الكاليتي نتاع الميليو تيران اللي متواجدين محمد علي بن رمضان نجم تكون هي القطعه المفقوده. ناخذ قوه القطعه المفقوده خاصه القطعه المفقوده في وسط ميدان الترجي التونسي. دونك لهنا اذا كان اداره الترجي بالرسم نجم تجيب محمد علي بن رمضان دونك باش تكون اضافه قويه. واذا كان ما جابتش محمد علي بن رمضان انا متاكد اللي في تفكير كاردوزو باش يمشي بريجيسور اكثر من انه حاجه. واضح الترجي اليوم ترجع في خياراتها السابقه اللي نجحوا معها امير. نجم نعتبر الترجي اليوم ما قاش حلول بديله اكيد في ظل شوف معناها الشح خلينا نقولوا السوق لهنا في تونس الملاعبيه الفارقه. نعرفوا اليوم المنافسه الكبيره كسوا كنا نحكيو على الاهلي المصري ولا مع الزمالك ولا بيراميدز ولا مع الانديه المغربيه. اليوم الانديه الجزائريه زاد دخلت في السوق وقادره باش تضخ اموال اكثر من الترجي ومن الانديه التونسيه. دونك الترجي رجع في 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 خيارات في خيارات القديمه اللي نجحوا معاه ومازالوا قادرين انهم يعطيوا. دونك اكيد باش يعاودوا ينجحوا معاه وتوجه ذكي حسب رايي من اداره الترجي. يصعب تعويض الخيارات القديمه علاش رجع الترجي ليها فخري ترى هكا سياسه الترجي من سنوات حتى في المدربين نفتكروا معناتها ديما يمشيوا في التوجه هذاك. يخرج نبيل معلول يرجع نبيل معلول، يخرج شعباني يرجع شعباني. دونك ديما يحسوا رواحهم انهم هما اورينتي اكثر في توجه تاع مع الناس اللي نشحت. لكن في تجربه كاردوزو نحس اللي ترجي التونسي وقت اللي غير بصراحه مشى في بالي اخرى، مشى في تفكير اخر، فكر جديد، في ديسيبلين اخر، في فكر جديد ونجح. دونك بالنسبه لي انا نشوف اللي ترجي التونسي اليوم تعدى البالي اخر. مناش تعدى البالي اخر خاصه اليوم كي نسمعوا انه اللي يخلص ب 50,000 يورو في الشهر و 60,000 يورو في الشهر. دونك لهنا بصراحه تحسوا بدا يقرب شويه خاصه لعمالقه افريقيا. نحكيو على كسوا الاهلي المصري، الوداد، نحكيو على اتحاد العاصمه، مولوديه سان داونز. دونك لهنا خاصه تحسوا في تفكير الترجي التونسي ولا المديره نتاع الترجي التونسي ان هي خاطي انه البطوله التونسيه والكونكورنس البطوله التونسيه بصراحه تحسوا اورينتي اكثر باش انه يقرب ماديا للفرق هذه، يقرب ماديا للفرق هذه. دونك تلقى عندك لاعبين كيما موكينا تنجم تنافس عليه، تلقى البلايلي كيما تنجم تجيبه، تلقى دونك عديد من اللاعبين اللي بامكانيات تلقى سيوله باش يجيب. هذا مهم جدا. دونك لهنا الامكانيات المادية خاصة في الترجي التونسي خلته ينافس الفرق الكبار هذا. على كل حال الميركاتو عنده مدة في الترجي يعني
فجوارات لك المره هذه يمكن مركاته بقوه الاسبوع هذايا لبلين نستناو في ماكمينان نستناو كذلك في سعد بقيل ومحمد علي برمضان في انتظار شكون المفاجئات للترجي كتوما برشا الترجي في الامور هذايا وراه احنا نحب نوضح حاجه لان احنا اكثر من مره نتصلوا باداره الترجي نحبوا ناخذوا معلومات رسميه نلقاو ديفيكولتي خيره هما لصمت وعندهم الحق وهذه ميزه ليهم هذه ميزه ليهم برافو للاداره الترجي التونسي اللي عكس ممكن فرق اخرى ديما تخرج للكسواء الاسماء والحاجات والهنا تدخل في دي كونكورونس من فرق اخرى وسياسة كتنجم تفاديهم وهذه سياسه مهمه هذا توضيح للمستمعين نتاعنا باش ما يقولوش بكم تحكيوش برشا ترجي وتجيبوا سكوبيات راه الترجي كاتوما جدا حبينا نجيبوا نطق الرسمي نتاع الترجي مشى لاذاعه اخرى وهذا حقه ان شاء الله المره الجايه يجي بحذنا نطق الرسمي الترجي على كل حال نخرجوا مع ميسن في انفو ترافيك بعد كده نرجعوا نحكيوا على النجم الهادي الساحلي انتم تسمعوا في EFM tout ce qui est sport مع مهدي العيادي على EFM احلى راديو. مرحبا بالجميع في tout ce qui est sport 10 دقائق الاخيره باش نحكيوا على النجم الساحلي معايا كل فخر الدين قلبي وامير الدريدي النجم الساحلي ومشاكل عديده تعاني منها الفريق خاصه الماديه والفنيه حسب المصادر اللي عندنا والليزانفور اللي عندنا حمد دابا عطاه للهيئه التسهيليه باش تشوف حلول خاصه في التدعيم الافكتيف امير حتى نهايه التربص يوم الجمعه سينو قال لهم ما نخرجش قال لهم لازم تعملوا كونفيرونس بريس وتصالحوا الجماهير تقولوا راه موسم هذايا باش تعدى موسم مانيش نلعبوا على القاب لكن باش تحضروا جمعيه باللي ليت لي عنا شنو رايك في الكلام اللي قاله حمادي الدو هو الصعوبات اللي تعيشها النجم تاو معاش تخفى على حتى نسير رغم المجهودات الكبيره تاع الجماهير نتاعهم ولكن اليوم لازم حلول اخرى في الاطوال باش يخرج من الازمه الخانقه هذيا باش ينحي منع الانتداب باش ينجم يخلص الملاعبيه اللي عنده تاو باش ينجم يجيب ملاعبيه جدد حمادي دو اكيد معنا في تفكيره نشاطر الراي معنا 100% معنا انسان زاد هو يحب ينجح يعرف اللي هو معنا اليوم الاطوال صحيح جمعيه كبيره ولكن الفريق العناصر اللي موجوده اليوم ماهيش كابابل باش تلعب على لي زوبجيكتيف اللي مسنسه الاطوال تلعب عليهم سورتو اليوم اكتراف معنا في المارشي نادي الفريق يتخلل سوق نادي دابت قوه نادي سيرسي كيف ترجي نفس الشيء مستير حافظت على المجموعه نتاعها وعملت نتائج اخرى معناها اليوم الملعب التونسي كيف سيابي رينا موسم عمل موسم كبير دونك اليوم الاطوال وين باش يكون الموسم القادم المجموعه اللي كمل بها الموسم زاد خسر منها بعض العناصر الاساسيه بصراحه ما تخسر حمزه جلاسي تخسر لي دو بيفو جاكم بي وسي دي بي تخسر يوسف العبدلي اللي قدام ولو من وسط الموسم الفايت هو مشي باش تلقى مجموعه معناها بصراحه غير قادره وانها تنافس على الالقاب في تونس حاجه اخرى معناها الكلام هذايا نتاع نعملوا فريق ونحضروا فريق في الجمعيات الكبيره ما ينجحش برشا رينا معناها الاطوال هي نفسها الموسم الفارط غير ثلاثه ولا اربعه مدربين دونك عماد بن يونس احمد العجلاني خالد بن ساسي دونك الاطوال بيدها ما صبرتش وجمهور الهيئه نفسها ما صبرتش وجمهور ما صبرش حمد دو واضح من تو قبل ما يبدا الموسم يعني كان واضح الراجل زاد جايب شيخ مع روح انت لازم تحط روحك في بلاصتو امير اليوم حمد دو يعني نجح مع الملعب التونسي هاز تيتر عنده دي زومبيسيون عنده دي ديفي ماشي النجم الساحلي فريق كبير يلقى روحه في ظروف كيما هكا لا اكيد انا قلت لك هو اكيد تدريب النجم الساحلي شرف لاي مدرب ولكن زاد حمد دو عنده الحق في تفكيره كيما قلت لك انا شاطره بنسبه 100% على خاطر من بعد مش باش يصبر عليه حد ومش باش يرحمه حد انت كنت جمهور الاطوار راه اسمعني مش باش يقول لك انا نلعبوا بفريق صغير وفريق الامال ميسالش السنه هذه صعيبه الحكايه يمكن هو طلب الندوه الصحفيه هذه باش يكون رئيس نادي يكون هو اكيد موجود مع الصحفيين ويوضحوا النقاط هذه الكل ويمشيوا في بروجي على زوز ولا ثلاثه مواسم الى حين رفع منع الانتداب وتوفر الاموال باش النجم يعمل فريق معناه قادر وانه ينافس نشوفوا الامور وين باش تمشي في الاطوال سمعنا زاد اللي فما بعض الاختلافات في الانتدابات معناه المدرب طالب لاعبيه وهما جابوا لاعبيه اخرين اسكو صحيح فما كذلك فوضى اداريه مستمره حسب بلاغ الجماهير اليوم بالطبيعه تعرف هيئه تسييريه ماهيش واضحه الامور يقولوا انهم فما فترات نتاع بعض الرؤساء للحسابات الماليه ماهيش واضحه فيها هذا موضوع اخر ولكن فنيا اليوم لو كونستا الى الاطوال بالمجموعه هذه في ظل كما قلت لك بالاخص عوده الروح للصفيق النادي الرياضي الصفيق النادي الافريقي الترجي موجود ملعب التونسي النادي الرياضي بنزرتي اتحاد الرياضي المنستيري باش يكون موسم صعيب برشا على النجم الرياضي الساحلي امير كان يحكي يقول موسم صعيب فخري اليوم النجم الساحلي برؤيه جديده حمادي الدو مدرب جديد برؤيه جديده بفكتيف شويه ليميتي نجم نقولوا ابناء نادي اكثر منهم لبوغطاس جدد فما سمعنا كلام اللي نسيم هني ديجا يكون في الفريق دكدوك كذلك في الفريق رغم هذايا حمادي الدو يعني يقول لك يلزم اكثر تدعيم للفريق
لا هو من حقه. وش نقول لك اليوم للاسف النجم الرياضي الساحلي تعدى بصعوبات كبيره وتونس كل تعرف شيء هذا وحتى في حداته حمادي دو وقت يمشي الغادي يعرف انه هو قادم على فريق بصعوبات كبيره خاصه ممنوع من الانتدابات. اليوم نحكيه على بين 9 و10 لاعبين اساسيين خرجوا من النجم الرياضي الساحلي اللي نحكيه على النجم الرياضي الساحلي الموسم الفارط راه في فرتونسيون في مرحله البلاي اوف ربحش حتى مقابل وتزيد تخسر منهم ديجا ناقص هو معناته وتزيد تخسر منهم انت 9 9 لاعبين اساسيين دونك لهنا زاد حتى هو انا متاكد اللي حمادي داو نعرفه شخصيا مدرب رباح ما ينجمش يرضى انه هو باش يدخل يلعب بار اكزومبل بالسبوار ولا يلعب باللاعبين شبان دونك لهنا الهيئه المديره والا لا تسيرية النجم الرياضي الساحلي لازم تحمل مسؤوليتها بصراحة وتكون صريحة مع الجماهير متاعها خاطر اليوم حبوا لنكروا نعرفوا الضغط كبير وحب الكبير متاع جماهير النجم الرياضي الساحلي وكما كنتوا تحكيهم توما الموسم قاعد يتحرك قاعد يخلص يعرف الأخطاء قاعد يخلص لكن لازم الهيئة التسيرية زادة تكون واضحة تكون صريحة لازم تبعد الضغط على كسوة المدرب متاعها راهو نحكي لك أنا هنا مع حمادي الدو إلا مع أي مدرب آخر خاطر اليوم نجم الرياضي الساحلي حتى في السوق اليوم صحيح فما لاعبين اللي ممكن عندهم خبرة شوية لكن لاعبين اللي ممكن الفرق الأخرى دعمت أكثر دعمت أكثر واللي شوال باهين كليكي معناتها نشوفوهم مشاو معناتها لبلاصتهم كسوا في الفرق اللي عندها الفلوس دونك لهنا لازم تكون صريحة هي خاصة اليوم تسيرية نجم الرياضي الساحلي لازم تكون صريحة كسوا مع حمادي الدو ولا مع أي مدرب آخر تكون صريحة تقول اني انا راي عندي ظروف صعيبة انه الوضعية كذا وكذا لازم باش نصبروا على الفريق متاعنا المواسم هذه رانا ما نجمش نكونوا مراهنين على الالقاب باش نكونوا فريق ولهنا وقتها تدخل في حمادي الدو اسكو باش نجم يرضى باش انه هو يكون في وضعية كيما كيكا والا لا ولهنا الوضوح به لجنة النزاعات هي اللي قاعد تخلص فخري باش الناس تفهم هي مش الهيئة التسييرية اللي قاعدين يخلصوا في خاصة في المشاكل الخارجية نحكي على حسين عيادة كوليبالي وكوناتي وكل هي لجنة النزاعات في النجم الرياضي الساحلي اللي هي لجنة مستقلة قاعد تعمل في دور كبير ياسر ياسر جوست توضيح للناس اللي تسمع فينا لا هو هي الهيئة المستقلة بصراحة قاعدة تعمل في في فور كبير في فور كبير متفاهمين جدا لكن الواضح انه موسم باش يكون صعيب على النجم الرياضي الساحلي خاصه نحكيه اليوم صحيح قاعده تلقى في حلول مع اللاعبين هذم لكن بتقسيط المبالغ دونك اذا كنت تحكي على تقسيط المبالغ دونك متاكد اللي موسم كامل باش تكون فيها خلاصات دونك هذاك علاش نشوف انه موسم باش يكون صعيب ولازم جمهور النجم الرياضي الساحلي يكون واعي بالوضعيه هذه هي راهي لجنه الزعات راهي ما تدخلش في ملفات المحليه خارجية ودخلت كان في ملف على حسين بن علي وكراقي العواني هذه ملاحظة بارانتيز حليناه أمير أنت مدرب كبير بيه متاع الملعب التونسي لعبت مع النجم الساحلي ليليت متاع النجم الساحلي يجمع يعاونوا فما في اللاعبين في ليليت فما نوات باية في ليليت يجمع يكونوا موجودين في النجم الساحلي ينجموا يعاونوا أكيد مهدي ولكن في حاجة الوقت خاطر فما أمباساج ما بين معناها البوست فورماسيون او ليكيب سينيور راه ما تنجمش انت تحكم فيه كمدرب ولا معناها الملاعب نفسه هو عنده فيه دور كبير فما ملاعب اللي ريبون فيت معناها لي زيكزيجونس نتاع ليكيب ا وفما ملاعب تلقى عنده بوكو دو كاليتي يمكن احسن واحد يكون في العمر هذاك تاع الشبان ولكن كي تعدى لك الباساج تاع سينيور يل بو با فرانشيغ الباريير هذيك الاسباب متعدده تكون نفسيه بدنيه فنيه ولكن ماهوش المدرب مش حمادي الدو اليوم هو معناها باش ياخذ العشره نتاع ليليت معناها هو خدمته وحدها باش تنجحهم هما عندهم دور في انهم ينجحوا رواحهم دونك هذايا بارامتر من نجم يتحكم فيه حتى واحد ولكن كاليتي موجوده راهو كسوا في الايطوال ولا في عده انديه راهو فما برشا ملاعبين شبان ممتازين فخري في سرعه ما عشان وقت هل خاطر حمادي الدوبي تدريب النجم الساحلي بالظروف هذه لا هو انت نعتقد انه كان واعي انه النجم الساحلي يمر بصعوبات والناس كلها كان عارفه انه هو كان ممنوع من الانتدابات دونك لهنا ممكن الشيء اللي يخلي الامور ماشيه كما قال امير قبيليكا انه هو فما انتدابات ممكن باش تصير في النجم الرياضي الساحلي هو ما كانش على لهنا لهنا ممكن صار سوء الاختلاف قلت راه فايده الكاس دونك صار سوء اختلاف اكثر ولكن انا كما قلت لك حمادي الدو مدرب رباح وانا متاكد انه هو باش يحاول يدز الماكسيموم باش انه هما يتحملوا مسؤوليتهم الناس كليكا ونجم الرياضي الساحلي فريق كبير وما ينجمش ما يلعبش على الالقاب يعطيك الصحة فخري شكرا على قبول الدعوة أمير يعطيك الصحة شكرا على قبول الدعوة هكا وصلنا لنهاية حصتنا قبل ما نختموا نحب ديديكاس سبيسيال شاد للعياري المحب وفي نادي افريقيا عيد ميلاده اليوم 25 كل عام وشاد لي بحي بخير هكا كملنا الحصة نتاعنا خليكم مع ميسم في الميتيو باي باي